إنها أحد الصواريخ التي قال الإعلام الرسمي الإيراني إنها ضربت مواقع مسلحين في سوريا يقفون وراء اعتداء الأحواز الدامي، وقد كتب عليه رسالة تنادي بالموت لأمريكا وإسرائيل والعائلة المالكة في السعودية. الحرس الثوري الإيراني أكد في بيان تنفيذ ضربات عسكرية في سوريا موضحاً أن الصواريخ الباليستية استهدفت من وصفهم بالتكفيريين الذين تدعمهم الولايات المتحدة وقوى إقليمية في شرق سوريا. ولم يحدد الحرس الثوري بدقة وجهة الضربات، لكن وكالة فارس الإيرانية أفادت أن الصواريخ انطلقت من محافظة كرمانشاه في غرب إيران وأصابت مواقع في محيط مدينة البوكمال في شرق سوريا، وأن القصف أسفر عن مقتل عدد من قادة المسلحين وتدمير مخازن أسلحتهم. من جانبه أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان تلك الأنباء متحدثا عن وقوع انفجارات عنيفة في آخر جيب تحت سيطرة مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية قرب مدينة البوكمال. تأتي الضربات الإيرانية في سوريا عقب اعتداء دموي نفذه مسلحون في 22 أيلول/سبتمبر خلال عرض عسكري في مدينة الأحواز جنوب غرب إيران، وأسفر عن مقتل 24 شخصاً بعضهم من الحرس الثوري. وتبنى كل من تنظيم الدولة الإسلامية ومجموعة انفصالية أحوازية الهجوم دون أن يقدم أي منهما أدلة دامغة تؤكد مزاعمه. ورغم تضارب التصريحات حول مسؤولية الهجوم، لكن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي قال إن منفذي اعتداء الأحواز تلقوا تمويلا من السعودية والإمارات، اتهامات صبت الزيت على نار العلاقات المتوترة أصلا بين بلدان المنطقة.